السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد جمال. كل سنة وانتم طيبين، ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني. ربي ربي دائما تكون على خير، ويكثر يا ربي من اللايك والشير. المهم هذا الفيديو هذا الاخوان رانا داخلين الماينكرافت. علاش المقدمة ديالي دارت بحال رامز قال؟ هذا النهار هذا الخوت غادي نوريكم مجموعة من المقالب اللي ممكن ديروها في صحابكم. سو الاخوان سوف نبدا اولا باول مقلب غادي نديروه. هذا المقلب غادي يكون عبارة عن المهم غادي نجيبو اولا، غادي تعطيني هذه ريل واعطيني هاد اللعيبه واعطيني الباور دريل. غادي نديرو هادي مثلا نجيب بحال هكذا ونجي هنايا بشكل عادي. هادي كدريل جاي او لك سكه تاع ديال هاد التران، هذا جاي بحال هكذا وفايتو جايه من هنايا. سو هنا حنا غادي نحطو واحد من هادو ونحطو واحد من هنايا عادي، ولكن هاد المنطقه هادي ماشي عاديه. المنطقه اللي تحت من هادي ما خصهاش تكون عاديه، هادي منطقه خصها تكون ديال اللافا الخوت. وهنايا برا راسك مع اللافا، دير شحال ما بغيت تاع اللافا. هذيك ما غادي تطيح تهرس، غادي يجينا هنايا اللافا في المنطقه هذه. عطيني اللافا، عمرنا المنطقه باللافا مزيان. مدي رجل طبقه وحده، دير رجل طبقات. سدنا المنطقه هذه. هنايا خصني هذا نزيد نجرو هنايا ونحطو واحد الطرش هنايا. ويت علاش كحزنا هذا هنايا؟ هذا غادي نكحزو هنايا. سؤال خوت، المهم بهذا الشكل هذا عندنا هنايا هاد اللعبه هذه اللي كديتكت الماينكارت. درنا هنايا واحد الطرش وخدينا هذا هنايا لهاد المنطقة هادي. بإمكاني أنني ما نديرش هادي هكذا، بإمكاني أنني نسد هادو كاملين خاطر راني غير كثرت على راسي وصافي. بإمكاني أنني هنايا ندورو بهادي، حتى هادو ما نديروهمش، يعني يختصروا علينا الكمية اللي غادي نديروها. حنا نديرو مثلا غير هاد الشكل هذا، وهنايا صافي بحال هكذا، حتى هادي ما محتاجينش نديروها، ممكن نديروها غير بهاد الشكل هذا. كما راكم شايفين عندنا شي شوية ديال الريد ستون درنا به هنا في هاد المنطقة هادي، عندنا الطرش وعندنا هاد اللعبة هادي. دابا حنا مطالب منا اننا غير نخفيو هاد المنطقة هادي، وهادي نديرو لها هكذا. وهنايا صافي انا نديرو داكشي اللي بغينا، هنا نقدرو نغرسو الشجرة نقدرو. المهم هادي خصها تكون بهاد الشكل هذا. غادي نجيو حنايا نجربوها، نركب انا مثلا هنايا وصافي. بغيت نجي في هاد هاد السكة ديال القطار نفوتو منها. اوب لا ويت واش وقع؟ اوكي سو خصها تكون البلوكات اللي لتحت خصهم يكونوا مهرسين بهاد الشكل هذا، خصها تكون هادي هنايا هكذا، ويكونوا عندنا هادو بهاد الشكل هذا. انا غادي نجي ديريكت نحط دابا الماين كارت الخوت، غادي نتستوها بسم الله. كما تشوفوا دابا تحلت وطحت انا في وسط اللافا، والا كنت سيرفايفل ما يمكن ليش نعيش في هاد المنطقه هادي. لحقاش ولا تسد عليا عاوتاني هاد، بامكاني انا نزيد ناكد عليه انه يتسد وما يوليش يتفتح مره اخرى. يعني نهرسو هادو كاملين ونجيو ونسدو هاد المنطقه هادي باش ما نلقاش المنطقه اللي غادي نطلع منها. نسدو حتى هاد المنطقة، نجرب نطلع دابا الخوت، نولي نعاود لها، كنحطو هادو هنايا ونولي نعاود تاني نعاودو لها ونشوف واش غادي يوقع. بسم الله، هادي راه ماشي غادي غير تضيع لي، أولا ماشي غادي غير تصفيها لي، هادي راه غادي تضيع لي كاع الموارد اللي عندي، يعني ما غادي يبقى عندي لا موارد ولا تقدر تخرجني كاع من الكاع. هذا كان هو الفخ الأول أولا المقلب الأول. المهم الطريقة ديالها راني وريتكم كيفاش، خص ضروري يكون فايت مشيت شي بلاصة بحال هكذا، ضروري نديرو شي حاجة نسترو بها هادشي. دابا غادي ندوزو للفخ اللي من موراه، واللي غادي يكون فخ شي شويه بسيطه الخوت. غادي نحتاجو تراب دور، هو ممكن يكتشف، ممكن نكتشفوه. غادي نحتاجو تراب تشيست. كيفاش ممكن نكتشفوه؟ تراب تشيست في هذه البلاصه الحمراء هذه. ولكن الا كان الاخ مزروب، داك الاخ اللي رانا حنايا غادي نديرو له هذا الفخ هذا، او اللي جاي يفتش لي في حوايجي في الدار ديالي، نديرو له هذا الفخ بهذا الشكل هذا. وغادي نهرسو هذه المنطقه كامله كما تشوفوا هنا، نهرسو البلاصه كامله. غادي نديرو شي شويه تاع اللافا، حيت بسيطه. وهذا اللي هنايا المهم باش ما يقدرش يولي، باش زعما الا اكتشفها في اخر المطاف ما يقدرش يرجع. اوكي الخوت، من هنا غادي نجي انا مثلا غادي نحط هذه هنايا. بالنسبه لكيفاش ندير ندسها انايا، غادي ندسها باي شكل بغيت انا. المهم غادي اوكي مزيان، وهذه حتى هي غادي نحيدو، يعني غادي نحيدو ثلاث بلوكات من هنا. هاد البلوكات هادو غادي نكحزو هذه هنايا، ونقدر نزيدو نعاودو لهذه من هنا بهذا الشكل. هذه غادي تجي بحال هكذا، وهنايا غادي نديرو ريبيتر. غادي نحتاجو مجموعة من الريبيتر اللي غادي تسطرونا في هاد المنطقة هادي. اوكي وهنا عاوتاني غادي نخليو بلوكا ونديرو ريبيتر هنايا، لحقاش هادي كاملة غادي نستعملوها بالريبيتر. وهنايا غادي نديرو ستيكي بيستون، حيدو هادو كاملين ونركبو ستيكي بيستون بهاد الشكل هذا اللي راه هنايا. هادي ما محتاجينهاش هنايا صافي، هذا هو الشكل اللي بغينا حنايا. حنا هنا غادي نديرو هادو، غادي نعمروهم بهذه الطريقه هذه. ويجب مجرد ما نفتحو هادو، ويت هرسنا هادي،
مجرد ما نفتح كيف ما شفتوا غادي تسد عليا. نايس، ويكون هذا فخ زوين لأي شخص باغي يتطفل على الأشياء ديالي اللي في الدار ديالي، ولا شي واحد بغي ندير لوكادو مثلا وحطيت واحد الصندوقة. ولكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن يعرف فيها الصندوقة هي الدوار الحمراء دي. مهم، ماشي مشكل، نحاول نستروا احنا هذه. ممكن نديروا لها بهذا الشكل هذا ونكونوا دايرين من هنا هذا الشيء هذا توا مدسوس. غادي يجي السيد يشوف بحال هكذا صندوقه في وسط الدار ديالي، ولا نقدروا نديروا لها حتى هذه نسدوا عليها بحال هكا، وغادي يجي غادي يشوف صندوقه في وسط الدار ديالي. او صندوقه اكيد فيها اللوت، نقدروا نحطوا له شي شويه ديال المغريات، نديروا له لونها الديامون. اوكي راني عمرتها بالدايموند الخوت. صافي دابا غادي يجي مثلا بحال هكذا يلقى صندوقه. او صندوقه زينه الله يرحمه كان هنايا. التقييم ديالي للتجربه الاولى والتجربه الثانيه نعطيهم 8 على 10 بجوج بهم. علاش؟ لحقاش واخا حتى هما تجارب زوينين، ولكن يعني خصك ضروري تدس واحد المنطقه، والا كان السيد حاضر راسو بزاف يقدر يكتشفها. سو 8 على 10 مزيانه، 8 على 10 مخيره. سو غادي ندوزو للتجربه اللي من وراها. التجربه اللي من وراها غادي نصنعوها دابا الخوت. افترضوا مثلا هذه الدار ديالو الخوت، هذه الدار ديال السيد. هنا لداخل كاين البيت وداكشي كامل كاين هنا لداخل. حنا بغينا نديرو له فخ في الباب ديال الدار ديالو. كيفاش غادي نديرو نصنعو له الفخ في وسط الدار؟ سو غادي نجيب انايا مجموعه من الحوايج غادي نحتاجو، اوبزرفر ديسبنسر، وغادي نحتاجو الريد ستون. صافي هادشي ما غادي نحتاجو. غادي نجي هنايا راه اللي حتى هادي كنحتاجها دائما. غادي نجي هنايا وغادي نهرس هادي وغادي ندير ديسبنسر يشوف فيها بهذا الشكل هذا، وغادي نجي تحت من الباب ديالو، وغادي نجي هنايا وغادي ندير هادي بهذه الطريقه هادي هنا. اوكي وهنايا غادي نديرو له الريد ستون. يبقى بمجرد ما نهرسو حنايا اولا نفتحو الباب يدير لنا واحد لواحد الحاجه. سو هنا غادي نجيب انا مثلا الانستنت دامج، مثلا شي حاجه ديال الانستنت. فر الانستنت دامج هنايا، ها هي بوشن الانستنت دامج. غادي ناخذ هذه، حنا غادي نحطو له من هذه نعمرو بها هذه كامله. يبقى السيد الى فتح الله يرحمه يحل الباب الله يرحمه. سو غادي نختارو شي باب اللي اللون ديالها يكون زاهر، يكون اللون ديالها منظر عطيه المنظر، شكلها كياتيري او لا تخلينا ما ننتبهوش. نجربوا مثلا هذا الباب. اوكي هاي هنايا الباب ديال الدار ديالو، حتى شي حاجه ما باينه. اوكي الخوت سو انا غادي نجي مثلا غني سيرفايفل وغادي نجي بهذا الشكل هذا. غادي نجي ندخل الدار ديالي، هذه هي الدار ديالي الخوت مثلا. المهم راكم تما هذه الدار ديالي. سو غادي نجي نفتح الباب. اي خديت الانستنت دامج، ولكن هذا الشيء ما كيخلينيش نبقى ندمج كل شويه. يعني صافي مجرد انني تضربت صافي. نجي انايا مثلا ونفتح الباب وحتى حاجه ما وقعت لحقاش راني كرياتيف. نجي مثلا انايا ونفتح الباب وراني دمجت. المهم الخوت بالنسبه لهذه الا كان الصديق ديالك مدمجي ما كاليش ولا شي لعبه بحال هكذا ممكن انك تخليه يعاني. سو غادي ندوزو للتجربه اللي من موراها ولا الفخ اللي من موراها. هاد الفخ الخوت غادي نصنعو حنايا واحد المصعد، غادي يكون على طول هاد المنطقه هذه مثلا بحال هكذا. جيونا على الجبل ونصنعو واحد المصعد خفيف ظريف. اوكي رانا صنعنا واحد الحفره هنا غادي نقادوها باش تكون مصعد. هذه هي الحفره اللي صنعناها حنايا، غادي نجيو بحال هكذا وغادي نديرو هنايا الخوت هنا في هذه المنطقه هذه. غادي نقادو سول ساند، ارالي سول ساند، وارالي واحد النبته ويتكي سميت هذيك النبته كتكون في وسط الربيع بزاف، ماشي الليلي لا هذه هي الكلب. ارالي الكلب غرسنا كلب، ولكن غادي خصني الواتر قبل منها نديرو شويه تاع الماء. غادي ندير واحد الساين هنايا ونديرو ساين هنا. المهم كيما غادي نصنعو مصعد عادي، ها هو المصعد. باش نخدمو هاد المصعد خص ضروري نغرسو هادو هنا. اوكي غرسنا هاد النبتة هادي، دابا غادي يخدم لنا المصعد. دابا إلا نزلت لتحت أنايا غنشوف والو. اوكي ها راني نزلت دابا. ويت عطيني شي حاجة نشعلو بها الضو، عطينا هذا مثلا شعلنا الضو ما شايفين والو. اوكي إلا جيت أنا هرست هادي دابا المصعد كون نجي نطلع به غادي يطلعني حتى للفوق كاع. نايس ممتاز. دابا واش هي الحاجه اللي غادي نديروها الخوت؟ غادي نديرو بالبو، غادي نجيو بحال هكذا وغادي نجيو ونبداو نتيريو هنايا بالبو في هذه المنطقه هذه بهذه الطريقه هذه. عمروها بالبو، عمر هذه المنطقه هذه بالبو، اولا المصعد اللي غادي يطلع من هذاك السيد نعمرها بالبو من الفوق. في المقابل واش غادي يوقع؟ غادي نصنعو حاجه اخرى. حنا غادي نشوفو هذا الشيء هذا، نعمرنا هنا بالبو مزيان وغادي نمشي ننزل لهاد السيد هذا، غادي ننزلو لتحت كاع. سو غادي ننزلو لتحت كاع وغادي نجرب نطلع وانايا سيرفايفل. قبل ما نتستوي هذا الخوت غادي نصنع واحد الحاجه اخرى، غادي نوليو نطلعو هنا الفوق كاع. هذا كان المصعد وهذا هو اللي غادي ننزلو منه. سير اصاحبي سير بعدين، سير لا انت لا الدجاجه سير بعدو منه.
سو هناك غادي تشوف حال هكذا باش تنزل، ما غاديش ننزلو حنايا الى منطقه بحال هذه. انا واش غادي ندير؟ اوكي هنا نزلنا، غادي نهرس جوج بلوكات، غادي ندير الماء هنايا، البلوكه اللي فوق منها غادي نديرو الزاج ار لي كلاص، الكلاص غادي نختاروا اللون الازرق اللي كيشبه للماء وغادي نحطوه هنايا. منين غادي نكون انا الفوق وغادي نشوف غادي يبان لي الماء كان لتحت، مستحيل نشك بان هذاك ماشي الماء، خصوصا وانا على هذه المسافه هذه. صونا الا ركبت بحال هكذا غادي يبان لي بان هذاك الماء عادي بحال بحال اي واتر كاين في هذا العالم هذا. اوكي الخوت غادي نحولوا دابا السرفايفل وغادي نجربوا هذا. جيت انا مثلا سرفايفل جاي باغي ننزل للدار ديالي، شفت هذاك بالليل الماء غادي نقز ونستنى. اوب او علاش مت، علاش مت هذاك الماء. اوكي هذا المقلب الاول، المقلب الزوج منين هذا دخونا يكون في منطقه ما يكون تما، يكون صافي نزل لتحت وبغى يطلع وتشاهدي. اوكي البلوكات ديالي، يكون هذا السيد هذا لتحت وبغى يولي يطلع، كيفاش غادي يدير يولي يطلع؟ اوكي ارى لي الحوايج ديالي مزيان. دابا انايا مثلا راني سرفايفل كملت داكشي اللي راني كنديرو في البلاصه ديالي اولا في المخبأ ديالي وبغيت نطلع. اوكي راني طالع، نستنى نطلع شي شويه الفوق. زيد ويت وات وات واش هادشي؟ واش ما دمجتش دمج كامل؟ لا لا كاين شي حاجه ماشي هذيك. سو ها راني خديت الدمج ولكن ماشي الدمج اللي انا متوقعه. اوكي ما وقع والو، بقيت غادي جاي حتى توفيت. المهم هاد اللعبه هادي ما صادقاش دائما على حسب ما كيبان لي، ممكن انا تصدق في فيرسيونات قدام وما تصدقش في 1.21. سو الخوت دو كانوا مجموعه من الفخاخ اللي جربناهم. الا بغيتو نجربوا فخاخ اكثر او عندكم افكار اكثر بغيتو نتستوهم في ماينكرافت، ممكن انكم تخليوا لي هادشي هذا في الانستغرام اللي راه كاين في الديسكريبشن ديال هذا الفيديو. هذا تنزل الديسكريبشن غتلقى اللينك ديال الانستغرام ديالي او لا الانستغرام ديالي اللي هو هذا. سو المهم الاخوان هذا ما كان عندي في الفيديو هذا، لاجكم فيديو ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب بارطاجيو مع اصحابكم، استنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو.